طائرة من دون طيار، فكرة أولية لمجموعة من طلبة الإعلام الآلي بجامعة العرب بن نمهيدي في أم البواقي، انبثقت من انفتاح الجامعة على مجال الذكاء الاصطناعي لبلورة مشروع إطفاء الحرائق في المناطق الغابية والأراضي الفلاحية وحتى التجمعات السكنية. البروجي هذا جات لي دي تاعو في لو بيريود تاع 2021-2023، صاروا مجموعه من الحرائق في جبال الجزائر مما ادى الى خسائر ماديه وبشريه ومن الغابات. جاتنا لي دي ان نخدموا ان بتيت افيون تساعد على تطفئه الحرائق هذه. خدمنا الطياره بلونغاج اردوينو سي، استغرقتنا المده باش نركبوا كل شيء ونكتبوا الكود حوالي شهر. عندنا هذه راديو كنترولر تاعنا اللي نتحكموا به بالطائره، عندنا هذا هو اللي يبعث سينيال ان ار اف 24 اسمه، عندنا هذا الجويستيك اللي راه نتحكموا به باجنحه تاع الطائره، عندنا الاردوينو هذا اللي فيه البروغرام تاعنا اللي راح يربط بين ان ار اف 24 والاردوينو اللي راهو في الطائره. تقعد لنا ابري واحد 30 مينيت في السماء، هي طير سونزاري. التكلفة نتاعهم راح تكون حوالي من 10 ملايين لو ماكسيموم. المشروع الأولي ظهرت أولى معالمه بعد حرص الجامعة على التكامل المؤسساتي مع العديد من الفاعلين في عالم السوق والعمل. لقد شهدت الجامعة الجزائرية قدرا مكثفا متزايدا في مجال الابتكار وبعث المؤسسات الناشئة تجسيدا لإرادة السلطات العليا في البلاد التي تندرج في سلم الأولويات الوطنية الهادفة إلى تعزيز وتيرة التنمية الاقتصادية. قام الطلبة الذين أشرف عليهم بدار الذكاء الاصطناعي بعرض مشروعهم المتمثل في طائرة دون طيار يتم التحكم فيها عن بعد، محلية الصنع 100%. سوف يمكن بإذن الله إدراج العديد من التقنيات الذكاء الاصطناعي في هذه الطائرة. تطوير توجهات الطلبة العلمية إلى تخصصات أكثر إنتاجية لولوج عالم التصنيع والابتكار شحنة إيجابية لباقي المشوار الأكاديمي في ترسيخ ثقافة بناء الذات بما يخدم مصلحة البلاد.